هذا الدم الذي سال خال من كل النفاق. لذلك بمجرد أن تسمع حبيب نفسك تتكح. هذا على مستوى الرجال أيضا، على مستوى الرجال حتى النساء وقفت هذا الموقف، النساء وقفت هذا الموقف. وإلا ما بالك بامرأة، بامرأة فتاة تزوجت للتو، لشباب تزوج للتو، أصبح مسلما للتو وكان مسيحيا، يذهب إلى الميدان يقاتل، تقطع يده، يقاتل بيده الأخرى. كانت زوجته تمنعه في بداية الأمر وأمه تحفزه، بمجرد أن يقاتل وإذا بصوت من خلفه: بالله عليك قاتل دون الطيبين بني فاطمة. التفت إليها قال لها: كنت تمنعينني والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت: لا عليك، اذهب اذهب وقاتل، ليس محل كلام، إن واية الحسين أخذت بقلبي. هذا المثال الإنساني الكامل، هذه الحركة الإسلامية الحقيقية لا توجد إلا في هذا الخط وعند هذا الخط وعند هؤلاء الأفذاذ. هؤلاء كهربهم الإمام الحسين سلام الله عليه، تكهربوا به حتى اتحدوا مع المعصوم سلام الله عليه دونه. لذلك وصلوا إلى درجة هذه الجنان قد فتحت أبوابها. فلما رأوا أنهم وصلوا، لما علم الإمام سلام الله عليه بنواياهم وبحقائقهم وباليقين الذي وصل إليهم بهذا اليقين، قال لهم: هذه الجنان قد فتحت أبوابها، فتهافتوا على القتال واحد تلو الآخر، يتسابقون على الإذن من الإمام سلام الله عليه. ولكن يعز على أبي عبد الله سلام الله عليه أن يرى هؤلاء الأفذاذ، كل منهم لقد صافح التراب جبينه وأخذ الحمام وقطع الحمام أنينه، أخذ يناديهم بأسمائهم: يا أبا الفاضل، يا علي الأكبر، يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوس، جمالي أناديكم فلا تجيبوا، صرعكم والله ريب المنون، وإلا ما كنتم عن نصرتي تقصرون. قرت عين أبو السجاد بن صار يخايعون، كالفين والكلفات والحق ما يعيفون، حيهم صاح المحشم حبيبي لعلعيب صوته، الصاحب ينعرف بالضيج والموت فريد موت. لا تهتم يا ابو الاكبر يا زينب، والله ما يا بخوت، تموت الزلم دون حسين كلها وتظل مديون، مديون الزلم لحسين لو ماتت عليف مرة، ويقطعوا أو تصير تراب يا زينب وتي الذرة، تعوف من الرسول شلون للصدقين يا الحر، يا بنت المرتضى وعيناك ضرواحي تفايدون، يا ام الكل يا بنت الكل، يا اخت الكل، يا بايا يا عد الكل، ما نرتاح ابد ونشوف دمعة ناظريك تهمل. قولي وامري وعن
لك ما نصيد ونزل نلبس وانتم تفصلون شنو اللي تريدون. والله سبع سبع يا والعجاد لها يا ولما النخت زينب لفوها ونيتهم الطيبة بينها يا والارواحهم كلها بذلوها والمهجة الحاد فداها ونيتهم الطيبة بينها لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا